تحدي كبير جدا ان مصر تقرر ان هي تنظم كاس الامم في وقت قصير وتاخد المسؤوليه على نفسها وبتنظيم، وان مطلوب كمان ان انت كمنتخب مشارك منتخب كبير في قاره افريقيا انك تفوز باللقب، فدي كانت مسؤوليه كبيره جدا جدا. لكن الحمد لله مصر قادره ان هي تحقق ده وتنجح ده، والبطولة مش هتنجح غير بالجمهور اللي انا شايفه ده، يعني انتوا اللي هتنجحوا البطولة بعد المجهود الكبير اللي مبذول فيها، وان شاء الله يمكن احنا كلنا شفنا القرعة وشفنا المجموعة اللي فيها منتخب مصر، يمكن الامور ان شاء الله بادية بداية مبشرة لمنتخب مصر ان شاء الله. مش عايزين نستسهل المجموعة، لكن في نفس الوقت ناخد امور بجديه وان شاء الله قادرين ان احنا نوصل للمباراه النهائيه.